حول هذا الموضوع أكد سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أكد خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن أنظمة سجلات وتواصل وبنايات تحظى برعاية ودعم متواصل من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك لخلق تواصل مباشر بين مختلف وزارات الدولة في سبيل تطوير العمل الحكومي. النظام الوطني مقترحات وشكاوى تواصل وكذلك التطبيق المرافق يعتبرون المشاريع الرقمية الحكومية المهمة والرائدة بمملكة البحرين، حظيت ويعني تستمر بالحصول على الدعم المباشر والرعاية من والدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه. يعتبر طبعا النظام يعني يوفر عملية التواصل المباشر الفعال بين الوزارات. الله يسلم سموه دائما مهتم بالاستماع لي يعني اي مقترح اي شكوى لتطوير العمل الحكومي، والهدف من النظام هو ان يكون يعني المسؤولين والموظفين الحكوميين مستمعين جيدين، والحث على رفع حث المواطنين على رفع الاستفسارات والمقترحات والشكاوى بصوره مستمره، والعقليه الموجوده تكون عند المسؤول الحكومي والموظف اللي يقدم الخدمات منفتحه للاقتراحات وامكانيه وجود مجالات دائمه للتطوير.